وعودة لأجواء منافسات جائزة البحرين الكبرى للفورمولا، وينضم إلينا من حلبة البحرين الدولية زميل محمد عبد الغفار مراسل تلفزيون البحرين. مساء الخير محمد، هل لك أن تطلعنا على الأجواء العامة في حلبة البحرين؟ مساء النور دلال. بالفعل دبت الحياة في حلبة البحرين الدولية، موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، مع انطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في نسخته 14. البوابات فتحت أمام الجماهير التي توافدت من داخل المملكة ومن خارجها في الساعة 11 ظهرا لبدء منافسات السباق. انطلقت أولى منافسات هذا السباق الساعة 2 ظهرا، وانتهت قبل قليل بإقامة التجارب الحرة الأولى، على أن تعاود التجارب في فترتها الثانية في الساعة 6 وتستمر إلى لمدة 90 دقيقة. فيما بين التجارب الحرة في الفترتين الأولى والثانية ستقام بعض الفعاليات المصاحبة، نعم، كفعاليات التجارب التأهيلية لسباق الفورمولا 2 وأيضا تجارب سباق بورش جي تي الشرق الأوسط. هناك أيضا في الغد ستقام التجارب التأهيلية لسباق الفورمولا 1 والتي ستحدد أماكن انطلاق المتسابقين في اليوم الختامي يوم الأحد، وهو يوم إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1. نعم محمد، ما هي أبرز الفعاليات المصاحبة للجمهور؟ هناك الكثير من الفعاليات المتواجدة حاليا في حلبة البحرين الدولية والتي توفرت للجماهير، والجماهير الآن تستمتع بها. نحن الآن في منطقة الجماهير المتواجدة في الحلبة، ونشاهد حاليا الكثير من العروض الاستعراضية والفقرات القنائية التي تستمر على مدار اليوم من الساعة 11 صباحا ولغاية الساعة 11 ظهرا. هناك الكثير من الأكشاك الخاصة بالعديد من المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة التي تعمل على الترويج للمملكة والترويج على قطاعاتها المختلفة. هناك أيضا عدد من المتاجر الخاصة بحلبة الفورمولا 1 وأيضا الخاصة بالفرق التي تشارك في هذه السباقات. هناك أيضا تحديات من ألعاب المتعة والإثارة التي تتاح أيضا للجماهير، كتحدي السقوط الحر وتحدي حبل البنجي العكسي وتحدي أيضا السكاي كوستر. هناك الكثير من الفعاليات التي يستمتع بها الجماهير. وأيضا أعلنت حلبة البحرين الدولية سواء عبر وسائل الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي عن عدد من الجماهير التي خصصتها، عدد من الجوائز التي خصصتها للجماهير، كالتي أعلنت عنها جائزة 10 جوائز في كل 10 دقائق من المخصصة للمنصة الرئيسية. وأيضا هناك جائزة كبرى للجماهير ستتمثل في رحلة لحضور جائزة باكو الدولية في نهاية الشهر الحالي في جمهورية أذربيجان. هناك أيضا الليلة الحفل الكبير المنتظر الذي سيحييه الفنان العالمي كارلوس سانتانا في تمام الساعة 8 مساء، وهو يعد أبرز الفعاليات الترفيهية في هذا اليوم. نعم محمد عبد الغفار مراسل تلفزيون البحرين، شكرا جزيلا لك.